شهد السودان نزوحا داخليا لأكثر من مليون شخص وفق أحدث معطيات نشرتها منظمة الهجرة الدولية. وأشارت المنظمة في تقرير بهذا الخصوص إلى أنه منذ اندلاع الحرب في البلاد في إبريل الماضي استقبلت ولايات غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولايات الشمالية العدد الأكبر من النازحين. ينضم إلينا من نيروبي كارل شكامبري المتحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين في شرق أفريقيا. أهلا بك سيد كارل إلى 19. إذن كما ذكرنا في الخبر هناك حوالي مليون نازح في الداخل السوداني وهناك مئات الألاف في النازحين من النازحين في الخارج. هل يعني تمكنتم من تأمين الدعم لمواكبة حركة النزوح والهجرة هذه؟ لقد تواصلنا مع الأشخاص الذين فروا باتجاه النيل الأبيض وهي منطقة من المناطق التي تستضيف أكبر عدد من النازحين وكذلك في معسكرات اللاجئين في السودان، وتمكنا من تقديم بعض المساعدات المتواضعة التي استطعنا توزيعها، وقد ساعدنا من خلال تقديم الأغذية تحديدا، وهذا ما تبقى لنا في مخازننا التي نفذت منها السلع، ولم نتمكن من زيادة هذه الاستجابة الإنسانية التي بعيدة كل البعد عن الاحتياجات. ومن التحديات التي يواجهها زملائي في السودان هو لدينا القتال الذي يمنعنا من الوصول لأكثر الناس هشاشة، وقد حرمنا من المياه والغذاء وكذلك الكهرباء بالنسبة لهؤلاء المدنيين في الخرطوم وكذلك في الجنينة في دارفور. هذه الأماكن لا يمكن لنا أن نصل إليها، وهناك تحديات أخرى نواجهها تشمل الإغلاق التام للبنوك، وهذا يعني أن زملائي الذين هم في أمس الحاجة لتقديم المساعدة للمحتاجين لا سيما المليون شخص من النازحين، هؤلاء الزملاء لا يمكن أن يسددوا الفواتير لموردي الأغذية وكذلك أولئك الذين يوفرون المأوى. هذه عقبة كأدى. هناك تحدي آخر وهو أننا نرغب في إرسال خبراء المساعدات لتقديم يد العون لزملائنا على الأرض، لكن السودان لا يقدم أي تأشيرات الآن، وهذا استمر لأكثر من شهر فلم يتم تقديم أي تأشيرات دخول، وهذا يعوق أيضا العمل الذي نقوم به. ناهيك عن المشاكل البيروقراطية والعوائق التي تحول دون توزيع الكثير من المساعدات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى بورت سودان. هناك ما لا يقل عن 3 جسور جوية تم من خلالها تقديم الأغذية والمياه ومواد أساسية والأدوية إلى السودان، وهي عالقة في ميناء بورت سودان لأن هذه الحاويات لم يتم تخليصها، وهذا وضع مأساوي لأن الملايين بحاجة للمساعدة. هذا لا يقتصر على النازحين وعدده مليون، هناك أكثر من مليون لاجئ موجودون في السودان من مناطق مختلفة من البلاد، وهناك أيضا الكثير من النازحين من صراعات سابقة. هذا هو الوضع السائد في الوقت الراهن. طيب سيد كارل، تحدثت عن تعذر وصول زملائك إلى بعض يعني المحتاجين لإعطائهم المساعدات بسبب استمرار القتال. الهدنة دخلت التي اتفق عليها والتي هي برعاية الولايات المتحدة والسعودية دخلت حيز التنفيذ، ونحن نتحدث عن يوم الثاني. بالأمس كان هناك هدوء نسبي. ألم يستغل زملاؤكم هذا الاستقرار نوعا ما ولو المؤقت لإيصال المساعدات؟ نعم.
كما أسلفت، إضافة إلى القتال، وأود أن أوضح هنا الوقف إطلاق النار تم خرقه في بعض المناطق، وهذا طبعا عرض العاملين الإنسانيين للخطر، ولكن حتى وإن لم يكن هناك قتال، لو نظرت إلى قدارف وادي مدني والنيل الأبيض، هذه مناطق ليس بها قتال، وهناك نواجه أيضا تحديات، فالسلطات بحاجة للسماح بأي تحرك للعاملين الإنسانيين وتوزيع المساعدات والقيام بأي نشاط إنساني للوصول إلى المحتاجين. كما قلت المصارف مغلقة، وهذا يمنعنا من توسيع مساعدات، ونريد أن نرسل أيضا مزيد من العاملين الإنسانيين لمساعدة العاملين الإنسانيين المحليين السودانيين، وهم أبطال هذه المشكلات عويصة، لأن الأمر لا يقتصر على القتال، هناك طبعا عراقيل بيروقراطية كأداة تمنعنا من القيام بعملنا. طيب مع من تنسقون؟ يعني مثلا هل اليوم بعد الاتفاق على هذه الهدنة هل تنسقون مع اللجنة، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لتعطيكم تحديثات لتتمكنوا من إيصال المساعدات؟ هذا جزء من المشكلة، فالمنظمات الإنسانية لم يتم إشراكها في المفاوضات التي جرت، على الأقل لم يتم طبعا التنسيق معها بأي شكل من الأشكال، هذا لم يحدث. نحن نعول على التنسيق الذي يتم عبر منظمة الأمم المتحدة، وهذا سؤال كبير آخر يطرح، كيف يمكن أن نتواصل بفعالية بشأن المتطلبات الأمنية التي تسمح لنا بالعمل والمرور وتسليم المواد الإغاثة، مع توفر ضمانات حتى لا يتعرض زملاؤنا لإطلاق النار؟ شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نيروبي كارل شكمبري، المتحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين في شرق أفريقيا، شكرا لك.